طيب في طفل حساس او بعض الاطفال اللي هم ديما يبكوا او بسرعه ما يزعلوا بسرعه ما يتضايقوا او في اللي ممكن يكون يحب يفضل انه هو ينعزل او يكون انطوائي، هل هذا من من الشخصيات الحساسه للاطفال؟ والله يعني اذا جئت للحقيقه هو اصعبهم. م. لدي بعض النماذج يعني الولد لا يكاد ينطق أمامه إنسان كلمة عادية إلا وترى أنهاراً من الدموع على خديه لا. يعني ما تكلمنا شيء مم. فالولد تجده كأنه كان في قوقعة أو في يعني عناية مشددة وفجأة نزل إلى المجتمع يعني يرى نفسه إنه غريب وكل الكلام موجه إليه مم. طبعا هذا يرجع أحيانا إذا جئت إلى الحقيقة أحيانا يرجع لطريقة تعامل الأهل مع هذا الطفل مم. يعني شدة العناية بهؤلاء به الأطفال وشدة دقة التعقيم وما حدا يزعجه ودائما الكلمة المناسبة ستقال له والى اخره تجعل الولد دائما محاط بهذه العناية ولا يلقح يعني انا اريد من الاباء والامهات ان يلقحوا اولادهم بالمعاشرة الاجتماعية عاشوا الناس يصاحبوهم نعم. ويشوفوا السيء والمنيح والكلمة الجارحة والكلمة لحتى يستطيعوا التعامل معه في المستقبل نعم. فاذا وجد هذا الطفل بالمجتمع او بالبيت لديه هذه الحساسيه العاليه والبكاء من اصغر الامور، فاول امر يعني لا نصف هذا الطفل بتلك الصفه. نعم. ترى ترى بعض الامهات ياتي الاب مساء انظر الى ابنك الحساس تصفه على التليفون امام الاخوات امام الام ابني حساس فيقوم هذا الولد من 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 كرسيه وهو يقول انا صفتي حساس، انا ساكون حساس، فيتصرف على اساس انه حساس، ويزيد الامر ونقول كما قلنا في العدواني هنا منطقه الامتياز، هنا يجب ان اكون لاني الفت انتباه الجميع، فيزيد حساسيه. نعم ايضا بعض الامهات يقومون بالدور العكسي وهو انه ما ما في شيء ما في داعي لماذا تكون حسست الى هذه الطريقه يعني انت مبالغ انت كذا وكون عنده الولد مشاعر مكبوته ويريد ان يبكي حتى يعبر أكثر واكثر من ذلك بعض الاهالي مم. يعيبون على الصبي لما يبكي مم. يقولوا الصبي ما بيبكي ما الصبي بيبكي، حتى النبي عليه الصلاة والسلام بكي فهذه الأشياء التي نفعلها مع الأولاد تعلي أو ترفع درجة الحساسية عندهم أكثر، فهذا أيضاً نوع يعني شائع جداً وموجود ويجب التعامل معه بحذر شديد، فيكون معتدلين بالتواصل معه، لا نبالغ ولا نهمل هذا الطفل